ازيك يا سيد؟ اهلا يا ابو المنازيل. ايه جاي ليه؟ في اخبار من البلد؟ لا ده انا جاي علشان اشوف اخباري انا عندك ايه. اخبارك لسه شويه، هو رئيس القسم الاقتصادي معشني ان هو يشغلك، انما هو في اجازه. اما يجي بقى هتقفل من كله ليه؟ ما انت لو كنت اشتغلت برضه ما كنتش هتاخد فلوس، هتبقى تحت التمرين. وبعدين ما انت قايل ان في دكتور ورئيس قسم عندكم في الجامعه هيعينك معيد يا اخي. يا عم على بال ما يتحرك يكونوا عينوا الف غيري. بس عارف يا مرزوق، انت جيت لي من السما دلوقت. ايه يا سيد؟ جالك حد؟ عصمه الجمال. ايه عصمه الجمال دي؟ دي شركه؟ لا حادثه. حادثه ايه؟ انا مالي بالحوادث يا سيد. استنى بس، ما انا هفهمك في السكه، انما انت هتفتح الموضوع. يلا. ايه ايه اللي هفتح؟ هو ايه الموضوع اساسا؟ شوف، عصمه الجمال دي اللي حصلت له الحادثه رجل اعمال كبير ومشهور، وانت بقى سيد من يفهم في السوق والبورصه وغيره،